ايه مالك؟ الحقني يا حاتم، الحقني يا حاتم، الحقني، ده انا موت شريف. ايه؟ الله يخرب بيتك. ازاي عملتي كده؟ انت كده وديتي نفسك في داهيه. الدنيا هتتقلب علينا. بقول لك ايه؟ جوزه شريف الاماله ديت لازم تختفي من هنا، من الاوتيل. طب ازاي؟ ما اعرفش، انا هتصرف. طب اتصرف بسرعه. عايزك تهتم بصحتك استاذ سعيد، انت فنان عالمي. عالمي مين؟ ده محلي. يا ما انت كريم يا رب، انا هوصلك لغايه العربيه. كده كده امشي كده. هتوب. انا مش محمد حسين. برضه هتوب. انا ابن اخت محمد حسين. هتوب. انت بتقعد تضرب العقاريه ولا بتقعد ايه؟ انت بصح يا ابن الطريق. انا هقول لحضرتك على حاجه. حماده يا ابني، يا حماده. والله ايوه يا ابني. انا مش عارفه انت واخدينك على فين. والله ما عارف، انا عمال اساله برضك مش عايز يرد عليا. يلا لا اله الا الله. انا رايح الاردن. لا اله الا الله. على كل حاجه. والله انا ما اعرفش مين محمد حسين. ايوه يا منى، بحبك قد البحر. ويا ناقصه غرق. ناقصه غرق. انا وقعت بالقانون يا حماده. يا عم القانون يلا يخرب بيتك. حاضر اتصرف، مش هتسيبك. حاضر يا منى. حاضر اعمله. يا حماده انا ما اعرفش محمد حسين. ده عشان المرور. انت اسمك ايه يا لا؟ محمد حسين يا باشا. وفي خليك معانا. مع حضرتك يا ريس. محمد حسين اتفضل. انت امبارح كنت مع المرحوم شريف بيه بالليل. شريف بالليل مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. شريف بالليل ولا شريف الظهر؟ انت كنت مع المرحوم شريف بيه كمال بالليل. مرحوم شريف كمال هو مات؟ لا اله الا الله، والله ما اعرف. ايوه مات. اسمع يا لا، بقول لك ايه، انت كل كلامك كده شكله شمال لفوق. لفوق ايه؟ عريق. الله 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 الله. هي دي؟ ايوه هي دي اللوحه. لوحه ايه سعادتك؟ ده ظهري. الانسه بتتهمك انك سرقت اخر لوحه لوالدها. لوحه ايه سعادتك؟ بقول لك ده ظهري. حسره ظهري واجري مني. تقدر تثبت ان الرسم اللي على ظهري؟ اثبات ايه اللي على ظهري سعادتك؟ سعادتك عندك اثبات ان ظهري ده مش ملكي؟ عندك سند ملكيه بالكلام اللي بتقوله ده؟ ايه اللي معايا سند؟ يعني اعمل ايه؟ اطلع الشهر العقاري واسجل ظهري ويا ترى هيدوني الخدمه في اي حته؟ اغلق المحضر بعد اثبات ما تقدم ويعرض على وكيل النائب العام. اوامر معاليك. ايوه يا باشا، والله ده كريم جدا، ده ادى لكل واحد 200 جنيه عشان نوصله بره. ايوه صح، ادانا 300 جنيه. موكلة يا فندم الأنسة لوجين بتتهم المدى ومحمد حسين بسرقة لوحة المرحوم شريف كمال. يعني مش فاهم أنا، يعني أنا خلاص سبتت عليا كده ظهري بقى لوحة؟ اسكت أنت، هو مش في محامي بيتكلم عنك؟ ده يا فندم عقد احتكار مقدمها الأنسة لوجين موكلتي بكل أعمال المرحوم شريف كمال، وبهذا العقد يا فندم تهول كل الملكية لأعماله الفنية تلقائيا لموكلتي بما فيهم اللوحة المرسومة على ظهر الأستاذ. يعني كده خلاص؟ خلاص سبتت؟ أكيد يا فندم. محمد حسين مش هيجبر يعني المرحوم شريف كمال إنه يرسم اللوحة على ظهره، خصوصا يعني إن المرحوم كان بيحبه جدا. أنا شفت ده بعناية، حمادة إنسان طيب جدا. يا فندم من ساعة ما شفته وأنا مش مستريحة له خالص، وأنا مش هستغني عن اللوحة دي أبدا. مع كل احترامي للأستاذ أنا آسف، أنا بمثل السفارة الفرنسية، يعني السفارة مكان شريف كمال وإحنا بنطالب اللوحة كسفارة مش افراد. واحنا موافقين يا باشا، خدوها بس من غير نقطه دم واحده. يمضي تعهد على نفسه بعدم اتلاف اللوحه بدون اي خربوش على ظهره. يا سلام يا باشا، يعني امضي على ظهري ان هو يبقى في عهدتي. ظهري يبقى في عهدتي، يعني لو طلعت لي فصفوصه في ظهري يبقى انا اتلفت العهده. اللوحه بقى قللت باظت. محمد حسين، اوامر سعادتك. عندك حاجة تانية عايز تقولها؟ ما
ولو قلت هيفيد ايه؟ انا قلتها للمرحوم قبل ما يموت، قلت له انا حته حماده، حته حماده. قال لي تعال اعمل لك قيمه، ورسمني نيل والهرم على ظهري، والخواجات مش شايفين ان ده ظهري وشايفينه لوحه. قول لي بالله عليك انت اعمل ايه؟ اديهم ظهري؟ طب انا هتسند على ايه؟ يفرج عن المتهم محمد حسين بضمان محل اقامته ما لم يكن مطلوب على ذمه قضايا اخرى. استاذه ايمان. ايوه. انا لقيت الكاميرا دي في سويت مستر شريف الله يرحمه. طب روحي انت. انا مش قادره افهم ازاي واحد حرامي ما يتحبسش، ده على الاقل واحد كان ضامن حق التحافظ عليه وعلى اللوحه. لو كنا عاوزين نخلص منه كان سهل، بلاغ وناكد عليه، لكن لما يكون بره هيبقى عندنا 100 حل وحل وهيبقى قدام عينينا. بس التحقيقات دي تقدري تقولي عليها قرصة ودان لحمادة عشان يجي لنا مستسلم خالص. كان كله حلو بس فجأة قلب زفت لما مسك علينا شرط ان ظهره يبقى في عهدته. الفلوس بتحل كل حاجة، اللي زي دول لو شافوا الدولار يبيعوا نفسهم مش ظهرهم. فيه. دي تاني مرة تتفرج عليها. سلمها يا حمادة، دي جريمة قتل. ايه دي أرجوك يا سلم ايه؟ ايه اللي سلمها؟ الكاميرا طبعا. ما ينفعش. ما ينفعش أسلمها. عايز أفهم. عايز أفهم ومحتاج شوية وقت. امسك يا إسماعيل. أيوه. الكاميرا دي تشيلها. سيبيني. أنا عارف أعمل إيه. دي على السلامة حمادة. الله يسلمك. على السلامة حمادة. الله يسلمك اسماعيل. ولو اني مش فاهمك. مش فاهم ايه؟ كنت سلمت الكاميرا للحكومة وحبستهم وخلصت. لا بنحبس مين يا ابني؟ الله العظيم الناس دي ما بتتحبس، دول عايزين ياخدوا ظهري. عارف يعني ايه عايزين ياخدوا ظهري؟ كنت ساومهم على الكاميرا. يا انت حمار، انت عارف معنى ان انا ساومهم يعني ايه؟ يعني انا بسلم لهم رقبتي تحت رجليهم، بقول لهم اتفضلوا على طبق من فضة. دي واحدة قتلت أبوها بإيديها هي واللي معاها، مين بقى يحافظ معاهم على العهد ولا هم يحافظوا على العهد مع مين؟ لا مش هسيبهم بصراحة يا حمادة. بصراحة أنا ما بقتش فاهمك، أنا عايز أعرف دماغك فيها إيه؟ دماغي فيها جل. جل؟ أقول لك إيه؟ دماغي فيها فكر. هنا في فكر يا إسماعيل. حمادة ابن خالتي، انا شامم ريحه عوق جاي من ناحيه حاتم بتاع السفاره وحمود ابو شعب. ايه اللي انت بتقوله ده يا اسماعيل؟ سلام يا باشا، سلام سعادتك. طب بقول لك ايه؟ انت الواد حمود قدامك؟ ايوه حاتم لسه ماشي وحمود واقف قدامه اهو. خش عليه بالتليفون وقول له حمادة عايزك. حاضر. أنا عم شكري. مين؟ أنا عم شكري، أنت متراقب ولا إيه؟ أنا. أنت مين؟ محمد حسين. محمد وحسين؟ محمد وحسين إيه؟ وأنا جاي أجيب بزازات. محمد حسين جارك. إيه؟ أهلاً 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 يا حمادة. إزيك عم شكري؟ إزيك حمادة، إزيك؟ تعال اتفضل اتفضل. أنا جاي لك في أوردر. مين المخرج؟ أنا ما اشتغلش أقل من شريف عرفة. شريف عرفة مين؟ إيه يا عم شكري؟ ده أنت آخر مخرج اشتغلت معاه بنيلو مقام دلوقتي على الشارع. اسمعني بس، انا جاي لك في اوردر دور فرصه عمرك. صامت ولا متكلم؟ الاثنين. هتبقى متكلم وتصمت. هضرب ولا هنضرب؟ هتضرب وضرب جامد. بس
على فكره انت عندك حق، صعب جدا ان حد يقولك ان ظهرك مالكش حكم عليه، وبرضه في الاخر ده ظهرك، هتدولها ازاي كده ولا ايه؟ اديك انت قلتها، وحتى لو بالفرض، اول فرض ان انا اديتها ظهري، ده من رابع المستحيلات واستحاله يحصل. افتكر مين يشتري لوحه على جلد بني ادم؟ مين يشتري القرف ده يا راجل؟ لا من ناحيه يشتروا ويشتروا، انت النهارده معاك اللوحه الاخيره لفنان عالمي. لا اله الا الله، ما انا قلت لك ده ظهري مش لوحه. اسمع بس يا حماده، النهارده في دكاتره المشرط بتاعهم بيخلي العجوزه صبيه، واحنا هنعمل لك عمليه تجميل في ظهرك والموضوع خلص، وهندي لك في ايديك 1,000,000 جنيه. ما ببيعش ظهري. بس في ناس بتبيع كليتها. معاك وبيعيشوا، بس بيرهنوا على بقيه عمرهم. بس تفتكر بقى لو واحد منهم كليته اللي فاضله دي باظت خسرت، تفتكر ان في حد اهبل هيرضى يديهم كليته؟ حاتم باشا، انا صحيح محتاج بس عايش مش ميت، وضهري ده هو اللي معيشني. مش هقدر ابيعهولكم عشان مش عايز اعيش مكسور العمر كله. بعد اذنك. اركب ما تتخلى. عملتها يا حاتم ابو هدان؟ عملتها يا حاتم؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ حمودة الغبي. قالوا يا حمودة احنا اتفقنا انه يتخطف يوم المؤتمر مش النهاردة يا غبي. معلش يا تيمو، حصل تغيير في الخطة. انت مين وفين حمودة ابو سعدة؟ يا حبيبي حمودة ابو سعدة ده صبي من صبياني، وانت اتفقت معاه من ورايا، ومع ذلك يا حبيبي مستعد اتفق معاك من جديد. وانت اتفقت مع الشخص الغلط على خطف حمودة، مش كده؟ ماشي نتفق تاني. اقدر فيك كفايه. اتفضل يا حاتم بيه، اقدم لك حموده الخاين عشان بس تعرف مين المعلم ومين كلب المعلم. بلاش الحركة دي يا معلم، خلينا في دي. تبيعني يالا، تبيعني ب50,000 جنيه يا معفن يا نيتن. أمال أبيعك بكام؟ خلاص كده كفاية يا معلم. ريحوه. لا لا يا معلم، ريحوه إيه يا معلم؟ لا يا معلم أنا الصبي بتاعك. يلا يا معلم أنا الراجل بتاعك، حرام عليك. لا بلاش يريحوني. لا لا يا معلم. تشرب يا حاتم بيه؟ لا ميرسي لسه شارب. شوف يا حاتم بيه، طول ما انت تحت طوعي سرك كبير ومحدش يعرف اي حاجه عن اتفاقنا، وانا لسه لوجينا مش هتعرف اي حاجه، وادي انت كمان تلهفلك منها يرشين. ايوه بس انا متفق مع حموده ب50,000 جنيه، انا ممكن اديلك 100,000 جنيه، يعني الدبل. يا حاتم بيه حموده خلاص، انا خاطف واحد واطلب اللي انا عايزه. هتحضر فلوسك، هيبقى الواد قدام عينيك. بس المبلغ كام؟ استنى مني تليفون وتعرف كل حاجه. طب وانت عارف روجينا منين؟ مش شغلك يا حاتم، نفذ. احنا نخرجه من السجن عشان يبقى قدام عينينا، ويبقى فيه قدامنا 100,000 حل وحل. تروح تاخده مني ويتخطف منك زي عيال صغيره؟ تقدر تقول لي ايه اللي وصل الموضوع لكده؟ الموضوع وصل لكده عشان قلت لك بلاش تصوري اللوحه. اكيد اللوحه اتسربت، وفي 100 عين ورا اللوحه الاخيره شريف كمال. طب اتصرف، حلها. مش انت بتقبض عشان كده؟ أنا مش هرجع مليم لحد، والفلوس لسه جاية، واللي جاي كتير يا حاتم. ورغم كده أنا هزود لك نسبتك، هديك 4,000,000 دولار بدل 2,000,000 دولار. 4,000,000 دولار هجيبه من بطن الحوت. ألو. أيوة مستر حاتم. في ناس تحت جايين بخصوص حمادة. حمادة فين يا بيه؟ حمادة فين؟ إيه ده؟ أوعى كده. حمادة فين يا بيه؟ حمادة إيه؟ حمادة فين؟ يا ست هانت حمادة فين؟ الله يكرمك. ايه يا انسة ايمان؟ مين دول؟ وبعدين احنا ما نعرفش